Thank you.
الماجستير ده قبل الإعدادية ولا بعد الإعدادية؟ قبل محطة البنزين على طول. بتقول لي أقف؟ بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي أقف؟ هتقطعه له من لغاليبه؟ انت جبت لغاليبه دي من ايه؟ هي الدكتوراه بتاعتك في اللغاليب؟ كل واحد يخلي باله من لغاليبه. لا اله الا سبع عيال خد بالك منهم وما يهمكش حاجه، امسك اعصابك واوعى تتهور. شبرحان عبد ال لا لا غلدان. Mm-hmm.